السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقة ديال فوائد النخالة بالنسبة للأرانب. إذا النخالة هي كاين فيها أنواع، كاين نخالة ديال الشعير، كاين نخالة ديال الزرع. شحال من واحد يعني كتكون عنده الصابة، يعني الناس اللي عندهم ميسر عليهم الحال، عندهم شي أرض ولا كيعرفوا شنو هي النخالة. النخالة هي داك البقايا ديال لا 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 يعني الحبوب ديال الزرع او الشعير. يعني ملي كنقدموها للارانب ديالنا غنوريكم الطريقه كيفاش تعطى ولمن ممكن انكم تعطيوها باش تكون الاستفاده 100%. اذا النخاله هي كالتالي، كتكون دايره بحال هذا الشكل هذا. انتما مره كتلقاو فيها واحد الحبيبات ديال الزرع. هذه دابا النخاله ديال الزرع. الثمن ديالها، الناس اللي بغاو يعرفوا الثمن ديالها، ان هذه خنشه كتكون فيها 40 كيلو كدير 100 درهم. بالنسبه للحجم ديالها، الخنشه راه قريبه تكمل لي، ولكن راه كتكون كبيره لان النخاله خفيفه ما كتوزنش. يعني انتم كما كتشوفوا ما كتوزنش النخاله. نعاود لكم يعني واحد المراه كانت عزيزه عليا، يعني هي الجده ديالي، كانت كدير النخاله ديما، كانت عندها خنيشه بحال هذا الشكل هذا مخليها ديما. علاش؟ ملي كتكون عندها شي ارنبه ولدت، يعني هي في الحقيقه بالخصوص النخاله صالحه 100% من الارنبه ملي كتكون يلاه تولدت. اشنو كدير؟ كانت نعقل عليها، كانت كتنوض في الصباح الباكر كتلقى شي ارنبه ولدت، اش كدير؟ كتشد واحد الاناء هكا، كتحط فيه واحد مقدار مثلا نقولوا 3 ديال الطيسان ديال ياغورت، كتعمر بهم واحد الاناء هكا، وكانت كتجيب الماء سخون طايب دافئ، ماشي كترشوا على النخاله حتى كتولي ماء، ولكن كانت غير كترشوا عليها هكا، يعني حتى كتولي مبرمج يعني مرشوشه، ولكن في نفس الوقت ماشي فازقه حتى لحد. كانت كتعطيه الانثى ديال الارانب، وكونوا متاكدين ان ديك الانثى كانت كتكون في الاول، يعني في الصباح الباكر ملي كنطلعوا عليها كانت كتورينا كتقول لنا هي هذه راه ولدت. كنلقاوها يعني كعارفين ملي كتكون شي حتى بالنسبه للانسان كتكون شي مرا حامله كتكون مسكينه مسخسخه مع الفتيح مع هذه المرا، يعني ملي كتكون والده شنو كيعطيوها؟ معروفه، كيعطيوها العسل الحر، كيعطيوها حب رشاد، وكيعطيوها يعني شي حاجه مثلا شي حاجه اللي كتهدئ مثلا بحال الشكل ديال مالويزا كيعطيوها حتى هي. اما بالنسبه لهاد الجده ديالي شنو كانت كدير النخاله مرشوشه بالماء الساخن كتعطيها في الصباح الباكر، وكتعطي الاقامه ديال الاتاي، يعني ديك البقايا ديال النعناع اللي كيكونوا في الاتاي ما كترميهمش، كتعطيهم لها ويكونوا باردين ماشي مشكل. وكانت كتعطي شويه ديال العسل العادي، ماشي العسل الحر، العسل العادي كتعطيها لها في الماء، يعني كتخلي كتشربها من ديك العسل اللي كاين في وسط الماء، كدير ملعقه ديال العسل في واحد اناء مملوء بالماء هكا، وكتخلط هذاك العسل وكتعطيها. عاود هاد القضيه هذه كتفيق هذيك الانثى وكتجعلها انها كترد الطاقه ديالها. اما بالنسبه للنخاله راه كونوا متاكدين انها الصغار مثلا بحال هاد الصغار هادو هاد في هاد العمر هذا راها يعني تسمين في زمان قياس، بهذا المفهوم تسمين في زمان قياس، يعني ما كتضرهمش القضيه ديال لا دياري ولا هذه، ما كتزحمهمش الناس اللي كتكون عندهم ديك يعني الصيف والحراره ومثلا واحد العشه، وكيعطيو الارانب ديالو مثلا السيكاريم كيقول لك كاين احتباس حراري. بالنسبه لهاد يعني النخاله واخا كتعطيهم بكميات كبيره ما كتخافش منهم، لا الذكور لا الاناث لا الصغار، يعني هي حيت خفيفه، يعني يعني النخاله خفيفه في الاخر ديالها، يعني اذا هزيتوها هكا الارنب ممكن ياكل واحد المقدار هكا على هكا مثلا ما يضروش. واكثريه الناس عاوتاني اللي عندهم الكوكسيديا، يعني الناس اللي عندهم الارانب ديالهم تصابوا بالجريان
يعني ديال يعني الكرش ديالهم جرات هذيك الكوكسيديا لا دياري لا دياري اللي معروفه ب يعني بالعاميه. اذا النخاله هي صالحه التسمين. الكميات اللي كتعطيهم واخا تعطيهم بزاف ما كي ما كي ما كي ما كتضرهمش. القضيه ديال الكوكسيديا الناس اللي عندهم يعني لا دياري يعني في الارانب ديالهم ممكن يستعنوا بهاد النخاله، راها كتجمع لهم الكرش ديالهم وكتنشف لهم الكرش ديالهم. كذلك التسمين، التسمين بالنسبه للصغار راها مهمه كذلك. اذا هاد الحلقه راها مهمه ومهمه. النخاله راها رخيصه في الثمن، ما كتضرش الارانب بالعكس كتنفعهم. يعني ديما خص تكون عندكم واحد الخنيشه ديال هاد يعني النخاله تكون عندكم، كان ديال الزرع كذلك، كان ديال الشعير ماشي مشكل. الخنشه الثمن ديالها راه ممكن انها خنشه تجيب لكم واحد 3 شهور ولا 4 شهور. انا راه كتكون كبيره، خنشه كبيره بزاف، ما يمكنش ان يكون عندكم واحد القاطع ديال 10 نتوات مثلا وتجيبوا واحد الخنشه مثل هذه، غادي تضرب لكم واحد المده. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، ما تنساوناش بجير الجام ولا زير الجام باش نبقاو نصيفط لكم فيديوهات في المستوى. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه دي دو سومودي.